ديري خش تصويره من السلام عليكم. بان مزيان؟ مزيان سي بو. إذا تحية من جديد أجدد التحية، أرحب بكل المشاهدين الكرام، بكل المتابعين الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال على المباشر سيمو ساسوكي الكوميدي الملالي المعروف، شاب من مواليد مدينة بني ملال يبدع بطبيعة الحال دائما في إبداعاته الفنية. اليوم عنده الجديد بطبيعه الحال متابعينا مشاهدينا الكرام، بعد الاستقبال ديال اشرف حكيمي يعني في هذا المساء الامس، يعني محمد ساسوكي جاته فكره علاش لا ما يديرش استقبال بطبيعه الحال العبد الصمد الزلزولي ابن المنطقه ديال مدينه بني ملال، ابن منطقه وجهه بني ملال خنيفره. معنا السي محمد غادي يقول لنا شنو الجديد اللي عنده اليوم ومنين جاتو الفكره بطبيعه الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. خويا كلشي واضح تما؟ شكرا. بقى مع اسمام. ايه مرحبا خويا، عرف الناس بعدا. السلام عليكم، معكم سيمو ساسوكي كيف ما العاده من مدينه بني ملال. خويا طريق اش نقول لك، بقى فيا الحال بزاف. علاش؟ انا كنشوف حكيمي داروا لي استقبال و تانا بغيت ندير واحد الحفل لعبد الصمد الزلزولي ومن المال ديالي الخاص. كنعاودها وكنكررها من المال ديالي الخاص، الفلوس موجوده كلشي موجود، بغيت ندير ليه هنايا واحد الحفله ان شاء الله مزيانه. لا هو لا شديره. شكون هو عبد الصمد الزلزولي؟ عبد الصمد الزلزولي هو واحد اللاعب اللي كنفتخروا به بزاف، ولد القليميه ولد بني ملال، وبغيت ندير ليه هذا الاستقبال هذا، ولكن خص الناس يعني المحسنين يتعاونوا معنا. ولكن انت ملياردير، من يعني بغيت تدير من مالك الخاص؟ اخويا طارق الفلوس موجوده، ولكن حنا انا فاعل خير، فهمتي؟ دابا بحال انا غير غنبيع لهم الفكره. بمعنى انك ملياردير. ملياردير هادشي راه عارفين، وانا راه غني عن التعريف طبعا. المهم اش بغيت نقول لك، غني عن التعريف؟ لا غني غني نيت ماشي ديال بصح. دابا الاشكال فين كاين هو خصني طيابه. حصلتي في الطيابة؟ طيابة، لأن غيكون الحضور أزيد من تقريبا أش نقول لك، راه بزاف، راه بني ملال كاملة، خص شي وحدة اللي توكلنا هذا القوم كامل. إذا مشاهدينا متابعينا خاصو طيابة. طيابة شكون اللي يتطوع بطبيعة الحال ويوجد ليه الطيابة، ولكن خاصها شي حاجة أخرى قلتي لي. واحد النقطة مهمة، الله يجازيك بخير، بما أن الناس غادي يساهموا معنا باش نديروا هذا الحفل لعبد الصمد الزلزولي. أمور مزيانة أخي. شكرا. باش نديروا هذا الحفل هذا لعبد الصمد الزلزولي. خويا عبد الصمد الزلزولي الا كنتي كتشوف هذا الفيديو حتى ممكن تساهم معنا. ولكن منين استنبطتي الفكره؟ منين جاتك الفكره؟ واش بعد كتبتي في البيبليكاسيون ديالك في مواقع التواصل الاجتماعي بانه بعد الاستقبال الاسطوري ديال اشرف حكيمي؟ بقى فيا الحال تضرني خاطري. علاش؟ اذا نشوف حكيمي يديري لي استقبال وكذا بوالو، عرفتي شحال خاسرين؟ 1000 درهم. 1000 درهم اللي خاسر، انا عندي فلوس، فهمتي؟ فلوس كاينه، راه قلت لك انا غني اصلا. غني عن التعريف. عن التعريف، يعني اللي سولتي غيقول لك هذاك السيد راه ما يكسب. المهم راه معروف انا. ولكن قلت لي بانك ملياردير. ملياردير كاين الفلوس اصاحبي، فلوس كاينه فهمتي، ما بغيتش ندخل في لي شيفر. من غير الطيابه شنو خاصك؟ قلتي في البيبليكاسيون خاصك حاجه اخرى. خصني السربايه اخويا. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام خاصو الطيابه وخاصو السربايه، شكون اللي يتطوع ويوجدهم ليه بطبيعه الحال وغنخليوه يكمل لنا؟ علاش الطيابه والسربايه اللي حصلتي فيهم فقط وانت ملياردير؟ إيه بالنسبه خويا للطيابه كما قلت لك، راه غادي ما غاديش طيب لثلاثه الناس، ولا راه واحد العدد كبير. شحال بتعرض على الناس؟ شحال موعد؟ راه عائله الزلزولي راه كثيره صاحبي، راه عائله الزلزولي راه شاده بني ملال كامله. منين غتجيب الخبز؟ الخبز، الخبز اخويا درت مع واحد الفران تيبيع الزرع في السوق ديال الخضره اللي هي عند صحاب الحوت. المهم راه غادي يوجد لنا داكشي.
كتهضر من نيتك. لا شوف انا بكامل قواي العقليه تاكد بغيت ندير واحد الحفل اللي هو حفل شامخ، فهمتي هاد شامخ؟ المهم هذا موضوع اخر. هاد الحفل هذا اشرح لي معنى شامخ. يعني نترتخ تادي ما فهمتيش. المهم مره اخرى هاد الحفل هذا ولا هاد العرس هذا احنا بغينا نفتخروا بهاد ولد المدينه، فهمتي؟ هو خونا شو مسكين واش ما تيبقاش. علاش وعلاش بالضبط اختاريتي الزلزولي ما اختاريتيش وليد شديره اللي هما ابناء حي واحد؟ دابا هما كانوا وقع بيناتهم واحد الخصومه فاش كانوا صغار، ما خصناش نلاقيهم بجوج. واش ديره غادي ندير ليه واحد الحفل اخر، فهمتي؟ اذا مشاهدينا حصريا ساسوكي تيقول بانه كانت خصومه فاش كان الزلزولي واش ديره وليد الزلزولي عبد الصمد واش ديره وليد ابناء زنقه الجامعه الكبيره في مدينه بني ملال، انه كانت بيناتهم واحد الخصومه وما بغاش يلاقيهم. هذه حصريه لقناه شوف تي في، ما عمرنا سمعناها بطبيعه الحال. واش عرفتيهم كانوا خاصمين؟ دابا الزلزولي كان تيخو الاخر اللبي بيامات اللبي بوسات البوسات هذاك تيخول لي البوسات الاخر بقى فيه الحال صافي وتعقد عقد شويه. دابا الوكيل الغريب في الامر انك ملياردير وخاصك طيابه وحصلتي في طيابه وسربيه شويه. ماشي حصلت بيزار. انا بغيت غريب عندي شروط. ديك الطيابه عندها واحد الشروط اللي انا راسمهم في الدماغ ديالي. منين هي الطيابه؟ خاصها تكون بني ملال طبعا. طبعا بني ملال والسربيه تا هما بني ملال، يعني اللي بغى يتطوع معنا يتطوع مرحبا به، يدخل الباج ديالي سيمو ساسوكي ويراسلني تما، ومرحبا بالجميع ان شاء الله. شحال ناوي تخسر في هذا الحفل الاسطوري اللي بغيتي دير لعبد الصمد الزلزولي؟ خويا اش غنقول لك؟ تندوي لك دابا ماديا من الشق المادي، شحال ناوي تخسر ماديا تقريبا؟ نخليو داك الشيء مستور، فهمتي؟ راك عارف العين و عين سردون، المهم بلا ما الاحسن. عيني سردون هي معروفه في مدينه بني ملال، تعرفوها المشاهدين الكرام، تعرفوها الناس ديال معروفه اوروبا السياح. غير هو قول لي شحال تقريبا، اعطيني شي مبلغ شي عدد. مليون تال 10 المليار ما كاينش مشكل، فهمت؟ الفلوس موجوده، احنا الخير تنديرو في البراني بقى ولد المدينه تا هو وكذا خصنا نكبروا به، فهمتي؟ وتا هو الا بغى يساهم معنا يساهم معنا. زلزولي انت بغيتي تحتفل به اسطوريا وبغيتي تكبر به كيف ما تيقولوا المغاربه، وبغيتي يجي لعندك وحضر الحفل ديالك وبغيتي يساهم معك، كيفاش؟ لا هذيك المساهمه ديالو غير باش يبان كبير، فهمتي؟ وراه يقدر يمول هذا الحفل كامل غير باش يبان راه حتى هو تيدير شي حاجه. انا تفكر في شي شراكات تقوم بها في الاشغال ديالك وفي الاعمال ديالك مع عبد الصمد؟ طبعا طبعا انا تنفكر الى جاي ان شاء الله غادي نريح انا وياه على حسابي واحد الملعب هنايا نديروه، فهمتي؟ غادي نشوفوا شي درب هنايا في بني ملال نديروا شي ملعب اللي يكون مزيان، نديروه في ولاد موسى ولا الفوق كاع جي طوربيع، فهمتي؟ وتسميه باسم عبد الصمد الزلزول؟ لا علاش؟ سيمو ساسوكي. غريب هذا الامر. غريب حتى انا جاتني غريبه، هذاك الشيء علاش غيتسمى بهذا الاسم باش يبقى ذاك الملعب غريب باش يكون ميز على الملاعب الاخرين، فهمت؟ اللي دابا الديكور فين غادي؟ انا راه ماشي تنديرو هادشي باش يعرفوا زعما رانا اللي قادي داك الملعب، لا غير باش يبان لبنادم بلا داك الشيء غريب. دائما الغرابه خاصها تكون حاضره. الغرابه خويا هذا هو. وكنتمنى المهم كنتمنى هذا الفيديو هذا يوصل لعبد الصمد الزلزولي، اللي شافو ولا سمع عليه شي خبار يقول لي راه حنا قايمين حنا قايمين بالواجب. شوف ما يضربش هو حساب. والسربايه والطيابه وين غتجيبهم؟ هما اللي خاصينك دابا. المهم غادي نحاول توجهني للطيابات لعل وعسى ولا السربايه. هذه فرصه اللي كتعرف الطيب شويه. الطيابه تصحابوا ديك الطياب ديال الرايد. توكل هاد الناس اللي غيحضروا لهاد الحفل الاسطوري اللي بغيتي دير. غالبا غنقدر ندير لهم كسكسو بالحوت بالحمر الراس، عفوا كسكسو بالحمر الراس. هذه اكله ملاليه معلوم؟ لا احنا عندنا بزاف ديال الاكلات، فهمتي؟ داك الشيء لا يعد ولا يحصى. المهم الطيابه غادي نريح انا وياها ونقادوا الامور وهي تعطيني البرنامج ديال الاكل. لحقاش داكشي غيكون فيه نبيل العياشي هو اللي غيصاوب التغذيه، غيكون فيه مجموعه ديال الاخوان اللي خبراء يعني في المجال ديال التغذيه. لا انا كنتواصل معاهم. انا كنتواصل معاهم يعني كنريح معاهم كنجلس معاهم وطرحت عليهم الفكره باقي مزيان؟ داكو مزيان؟ شكرا تفضل. الله يحفظك السي عز الدين. كما قلت لك كنريح مع دوك الخبراء
وهما يعني استنبطت منهم بعض الافكار اللي بغيت شي حاجه استنبطتيها من هاد الخبراء ديال التغذيه مثلا، شنو اللي تعلمتي واستفدتي منهم مثلا؟ فوائد الشيبه، فوائد معدنوس، قزبر، شيء كامل استفدناه وغادي نخدموا يعني هاد الاكلات اللي غادي نوجدوا في هاد العرس ان شاء الله، غادي نحاولوا نحطوا فيها هادشي كيف ما هو، فهمت؟ قلتي لي بغيتي قبيله، قلتي لي قبل البث المباشر بغيتي الطيابه فاطمه، ما طيابه فاطمه ما عرفتها شكون؟ فاطمه هي معروفه، راه معروفه في بني ملال انايا فاطمه، يعني تراسني كاين. ولكن واش بغيتيها تطوع معاك وتخدم مجانا ولا بغيتي تخلصها من المليارات اللي عندك؟ هي الفلوس كاينه. هادي ما غاديش نتناقشوا فيها، ولكن حباده حنا ساسوكي تنتكلموا بجد دابا بطبيعه الحال. لا الفلوس كاينه، راه وريت قبيله لي كارت، يمكن راه وريت لي كارت بونكير، يعني تقريبا سته، اللهم لا حسد، سته ديال لي كارت. سته شحال فيهم كل وحده تقريبا؟ اش نقول لك؟ دابا عاوتاني غادي نقول لك راه العين عين سردون، فهمتي؟ المهم باش نكمل لك، فين خلينا؟ خلينا في الطيابه فاطمه. مالها؟ قلتي لي بانه انت بغيتي الطيابه فاطمه. عفوا عفوا، الطيابه فاطمه كتموت على الطياب ديال الطيابه فاطمه، كتحماق عليه. ويلي راه اش نقول لك اخويا، خصوصا اذا وجه لها النداء بطبيعه الحال عبر القناه. الطيابه فاطمه الله يحفظك، الا ما تطوعي معنا الفلوس كاينه، ولكن باش تخلي وجهك نقي ديري هادشي فابور، حسبي بحال راه ما كاينش فلوس. واخا، وبالنسبه للسربايه شنو؟ شكون اللي بغيتي فيهم؟ شكون هما الناس اللي بغيتي يكونوا يسربيو؟ شبيتي شعبيين؟ بغيتي هاي كلاس؟ بغيتي غادي ندير واحد الشراكه مع الدراري ديال الفندقه والسياحه في ولاد حمدان، كاينين تما في يعني بغيتي الناس اللي كتستاجي كيستاجيو وغيستاجيو معنا ويتخلصوا او ميم طو يتخلصوا ويتعلموا كيفاش البريزونطاسيون في هذا الحفل، وكيفاش يسربيو وكيفاش يقدموا. معلوم غادي يتعلموا مزيان. اذا رسالتك الاخيره لساسوكي للناس اللي كيشاهدونا؟ رسالتي الاخيره هي انني ان شاء الله كنوجد لهذا العرس ان شاء الله باش ندير واحد الحفل الزلزولي، وكنتمنى من الناس يعني يطوعوا معنا ويساهموا، الزلزولي حتى هو يساهم معنا، فهمتي؟ حباده لو يديروا قعد على المحسنين يديروا بيناتهم بلا ما ندخل انا، بحال غير بيع عليهم فكره، هذا هو اللي كاين. و صافي. واخا، اذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هي قمه الغرابه بطبيعه الحال الفكره ديال سي موسى ساسوكي، هي غريبه غتجيكم بطبيعه الحال. سخي. ولكن شنو قلتي لي؟ سخي. ولكن بطبيعه الحال هي غادي تجيكم الفكره غريبه ولكنها واقعيه، لان سي موسى ساسوكي بطبيعه الحال تاكد لي الامر منذ تقريبا هذا الاسبوع، في بدايه هذا الاسبوع تاكد لي انه فعلا تتراود الفكره ديال انه يستقبل ولد البلاد، ولد بني ملال، ولد زنقه الجامعه عبد الصمد الزلزولي، اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي ولاعب برشلونه المعار حاليا لفريق اوساسونا، الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحيات اخوكم طارق دائما، اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.